السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن راح نبدأ أول جلسات عرب نت الثاني في الرياض. ريادة الأعمال قبل لا أبدأ الجلسة، في إنترنت يقولون مجاني وشبكة اسمها عرب نت مقدمة من ITC، الجميع يقدر يستخدمها، وأعتقد أنها أسرع إنترنت استخدمناها في المؤتمرات الأخيرة، ففرصة جميلة. ريادة الأعمال في المملكة العام الماضي قدمنا كمان جلسة عن هذا الموضوع. الضيوف تغيروا اليوم، قدمنا سنة أو مرت سنة بعد الجلسة الماضية، وش اللي تغير في مجال ريادة الأعمال وفي عالم ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية؟ الأشياء اللي ممكن تقدم للشباب والشابات السعوديات في هذا المجال. الأشخاص اللي راح يكونوا موجودين معنا على الستيج أعتقد هم أكثر ناس ممكن يجاوبون على الأسئلة المهمة، متى وكيف وش ممكن يصير بكرة. في مشاريع كثير طلعت في المملكة العربية السعودية وبدأت، مثل أنديفور والأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الاسم في الانجليزي صعب فانا اختصرته واخذت اللغه العربيه، ريحت راسي يعني. فهذول كلهم اشتغلوا مجموعه ايضا اخرى طلعت خلال السنه وبدات اعمالها كداعمه للشركات الناشئه والشباب السعوديين اللي يبغون يدخلون في هالمجال، مجال الاعمال. الان اسمحوا لي اقدم الاستاذ زياد بطل، وهو رئيس مكتب الشرق الاوسط واسيا الوسطى من كول. استاذ زياد تفضل. للجميع لحضوركم اليوم معنا، وشكر كمان لفريق عرب نت عمر والتيم كله لتحضير الايفنت للمره الثانيه بطريقه ناجحه من اول. اليوم جلستنا عن رياده الاعمال بالمملكه، حنحاول نكون مثيرين للجدل شوي بالاسئله والطروحات اللي عندنا، بس كمان اتكلنا عليكم على الحضور لتسالوا اسئله حلوه، رح نفتح مجال للاسئله بالاخر، تسمعوا منيح، كونوا أفكار كويسة واسألوها وطرحوها لإلي وللمتحدثين زملائي. بهالموضوع رح نحكي عن أمور كتير، شو دور الحكومة، قديش أهمية التوب داون أبروتش ولا البوتوم أب أبروتش، هل الأفكار الجيدة هي أفكار تتوجه للمستهلكين ولا للمؤسسات، شو الفرق بين الموبايل والويب بالنسبة لرائد الأعمال، ومين هو رائد الأعمال، هل هو شاب عشريني ولا هل هو صاحب خبرة ثلاثيني. ابتدي الحديث بدعوة زملائي المتحدثين إلى المنصة معي. سمو الأمير الملكي سعود خالد الفيصل، وكيل محافظ لشؤون الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار سربيا. تفضل سمو الأمير. دكتور نبيل عبد القادر كشك، وكيل الأعمال والإبداع المعرفي بجامعة أم القرى. رياض زامل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة لمجموعة راز القابضة. يوسف اليوسف، مدير العام السعودية للتنمية والإستثمار التقنية. آخراً وليس أخيراً، نواف الصحاف، مدير تنفيذي لبرنامج بادر لحاضنة التعليم. تفضل. أهلا وسهلا فيكم، شكراً لاستقبالكم الحار. سؤال شوي عام، هو ما الدور اللي تلعبه سابيا في موضوع تحفيز وتعزيز ريادة الأعمال في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمحت لي بتحدث باختصار شديد جدا عن دور هيئة الاستثمار، ومن ثم سوف أنتقل لما هو أهم من ذلك. نحن في هيئة الاستثمار ومركز التنافسية الوطني نعمل مع القطاعات الحكومية الأخرى لتسهيل بيئة الأعمال، سواء كانت للشركات السعودية أو الأجنبية، وعلى رأس القائمة طبعاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرون. وبهذه المناسبة أدعو الجميع، جميع الحضور اليوم، إلى مشاركتنا في عملنا والإسهام في إنجاح عملنا بتقديم
ما لديهم من ملاحظات و كمان تخص بيئة الأعمال في المملكة. إعلان عن مبادرة من هيئة الاستثمار في منتدى التنافسية الوطني عفوا في شهر يناير من 18 إلى 20 يناير. هذه دعوة للجميع للحضور. ولكن ما أود أن أشير إليه هو أن الفترة الحالية هي فترة استثنائية لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية هي حاليا أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عدد السكان في المملكة العربية السعودية بل وديموغرافية السكان هو أن 70% من عدد السكان تحت سن 35. فهذا يقدم فرصة ومجال كبير وأيضا القوة الشرائية للمجتمع السعودي قوة كبيرة جدا مقارنة بالدول التي حولها. فبالتالي هناك طلب كبير على السلع والخدمات وإلى آخره. كما أن تزايد عدد السكان في المملكة العربية السعودية يصل الآن قرابة 2.5% سنويا. طبعا هذا يشكل تحدي للحكومة وتقديم الخدمات، ولكن على الصعيد الآخر يشكل فرصة كبيرة بأنه لدينا الآن مجتمع شاب وثروة حقيقية في هذا البلد. فأدعو جميع رواد الأعمال لاستغلال هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ المملكة العربية السعودية لتقديم جميع ما لديهم. إضافة إلى ذلك هناك في الحقيقة كثير من المبادرات التي جميعنا عارفينها، اللي هي طبعا منها بادر وسرب وواعد وباب رزق جميل وبرنامج كفالة وبرامج بنك التسليف وما إلى ذلك. فأيضا هناك الكثير الذي نستطيع عمله كدولة وكحكومة وكمجتمع، ولكن سوف أكتفي بهذا القدر لهذا السؤال. شكرا سمو الأمير. دكتور نبيل، حضرتك رائد أعمال ناجح، وهلأ يعني خصصت وقتك أكثر للأكاديمية، والأرقام اللي تحدث فيها سمو الأمير بالنسبة لعدد الشباب وقدرتهم إلى استغلال السوق السعودي كرواد وكمستهلكين بنفس الوقت، كيف عم بتحضروا هالرواد هالشباب ليكونوا جاهزين ليلعبوا دور بهالاقتصاد بريادة الأعمال؟ بسم الله. إحنا طبعاً كان في مجموعة، أطلقنا مجموعة من المبادرات في الجامعة أم القرى، وما اخترعنا العجلة، عملنا مسح على مستوى العالم والمنطقة والمملكة العربية السعودية للناس اللي سبقونا في هذا المجال وخدموا طلابهم وخريجيهم من لديه رغبة في أن يكون ريادي أعمال أو يفهم ما هي ريادة الأعمال ويمارسها. فمنها تأسيس شركة وادي مكة للتقنية، و الآن في مرحلة التخطيط لساينس اند تكنولوجي بارك اللي هو وادي التقنية، أيضا تأسيس مكتب للملكية الفكرية. بدأنا من صفر، إلى الآن 300 plus patents filed in the US patent office في موضوع ابتكار. وأيضا أسسنا بدعم من الشباب، خصوصا الفريق المميز لريادي الأعمال الشاب اللي كان معانا العام على الستيج هنا، الأخ أسامة نبتو وفريقه، وخليناهم هم يصمموا لبرنامج مسرع أعمال داخل الجامعة، لأنه نعتقد أنه هو هذا المصنع أو المطبخ الحقيقي لنشر الثقافة وأيضا إعطاء الفرصة للشباب أن يمارسوا ما هي ريادة الأعمال، أكثر من أنه غير البرامج الموازية في نشر الثقافة والفكر والمحاضرات لأنه أفضل طريقة لتعريف الشباب ريادة الأعمال وأيضاً إتقان المهارات المطلوبة أن يتعلموا من رواد أعمال، وخصوصاً الشباب السعودي اللي مارس نفس التحديات في السوق أكثر من التنظير والكتب والمحاضرات وكذا. فهذه باختصار بعض المبادرات اللي أطلقت في الجامعة. إحنا لسنا الجامعة الوحيدة في المملكة، هناك مبادرات موجودة ومشاريع وبرامج في جامعة الملك عبد الله، جامعة الملك فهد، جامعة الملك سعود،
احنا بنتبادل الافكار وبنتعلم من بعض وبنحاول نخلق هذا الجو. اتاخرنا كثير في الجامعات عشان نخدم الطلاب والطالبات وخريجي الجامعات من الرواد ومن من لديه افكار ابتكاريه يريد ان يحولها الى منتجات تجاريه في السوق. شكرا. شكرا. توجه لنواف بالنسبه لموضوع الحاضنات ودوره بتعزيز الايكو سيستم تبع ريادة الاعمال، شو الطريقه المختلفه اللي انتم عم تتوجهوا فيها للسوق للرواد ببادر؟ احنا ممكن الفرق بين الحاضنات انه الان التطور الجديد اللي حاصل انه في توجه لاضافه الخدمات اللي احنا لاحظناها خلال 5 سنوات السابقه. جلسنا كتيم بادر ونشوف ايش المشاكل اللي فعلا تواجه الانتربرنورز بالاشتراك معهم في الراي، وحددناها انها تكون يمكن في 5 محاور رئيسيه اللي هي في عنده مشكله كبيره في الخدمات القانونيه. هم بيحتاجوا الى مستشار قانوني يساعدهم في عمليات حلول كتابه العقود، يعطيهم نصائح في كيف الدخول مع المستثمرين الاجانب، كيف حفظ الحقوق الملكيه الفكريه. عندهم بعض المشاكل في عمليه استشارات في التسويق بيسموها ماركتنج كوميونيكيشن، فيحتاجوا مستشار فيها عمليه كيف الكوميونيكيشن والامور هذه. عنده مشكله في عمليه بناء البراند والويب سايت وعمليه كيف الدخول للويب سايت والامور اللي هي في امور البرمجه. عندهم اشكاليات في عمليه الفاسيليتيشن او التوصيل لعمليه الفند، هذه في مرحله من المراحل مع الصناديق الاستثماريه او مع الصناديق الحكوميه او مع المستثمرين الافراد اللي هم الشخصيين الانديفيدجوالز. فبالإضافة إلى حاجتهم إلى الاحتكاك في المجتمع الشركات، وهذا هو اللي توفر الحاضنة حقيقة، اللي هو عملية الاحتكاك في تجمعات لريادة الأعمال تقريبا كل فترة، وتوفير إرشاد قوي متميز كمرشدون mentorship program. هذه هي أهم 5 المحاور اللي فعلا يجب على أي حاضن التركيز عليها. تتلاقى مع الدكتور نبيل بموضوع الارشاد من خلال ناس يمكن ناجحين وعم بيعملوا نفس عم يحققوا نفس النجاح بالسوق ليساعدوا بعضهم بهالامور. طبعا اخ يوسف، كيف نظرتكم بتقنيه لهالموضوع؟ شو الامور اللي انتم عم تعملوها وكيف عم تستغلوا كمان هالموارد الموجوده حواليكم باستثماراتكم؟ اول شيء احب اشكر عرب نت على جهودهم الجباره ومدير الملك عبد العزيز وبادر ايضا على دعمهم. سؤال جميل أخ زياد. إحنا دورنا كتقنية الآن، هذه أول سنة تشارك الشركة السعودية للتطوير والاستثمار التقني اللي اسمها القصير تقنية، أول سنة نشارك في عرب نت، ونتمنى إن شاء الله أنه تكون فرصة نعرف أنفسنا في المجتمع. شركة تقنية هدفها فعلا تكميل الدور وكمال البناء اللي بدوه الحاضنات اللي مثل بادر والحاضنات اللي في الجامعات الأخرى. يعني الهدف من إنشاء الشركة أساساً كان لسد بعض الثغرات في الإيكو سيستم السعودي وأيضاً في الإيكو سيستم في المنطقة ككل عن طريق عدة طرق. الطريقة الأولى هي أولاً مساعدة الجامعات أولاً على تسويق ابتكاراتها والتواصل مع المجتمع بشكل أفضل، والتواصل مع الأسواق والقطاع الخاص أيضاً بشكل أفضل والمستثمرين. الطريقة الأخرى أيضاً أنه بناء قاعدة صناعية يمكن للمبادرين ورواد الأعمال أنه يبنوا عليها الانوفيشنز وابتكاراتهم. أنتم زي ما أنتم عارفين فيه واحدة من الليميتيشنز اللي في الإيكو سيستم اللي هو الإكزيتس والشركات اللي تحتضن الشركات الصغيرة، فهذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هو عن طريق الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة في ستارت اب كومبانيز اللي في التكنولوجي. طبعا عرب نت تركز على التك ميديا على الانترنت كومبانيز، الفوكس حق تقنيه حيكون اكبر
ويعم أيضا قطاعات هامة للمملكة أخرى مثل الطاقة والمياه والبتروكيماويات. دورنا ما هو أنه نستحوذ على الإيكو سيستم، دورنا أنه نكمل الإيكو سيستم ونسد بعض الثغرات، وي أكت أز كومبلمنتري فورس راذر ذان ريبليسمنت. علاقاتنا مع بادر جدا قوية، كون قيادتنا رئيس مجلس الإدارة هو سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود، وعلاقتنا مع كاكس كمراكز بحثية أيضا قوية جدا، ويعني من أهدافنا أن نربط هالمراكز البحثية هذه مع مجتمع المستثمرين ومع أيضا الجهات الداعمة ماليا من الدولة أو الجهات الممولة. شكرا شكرا. أخ رياض، كيف نظرتكم للموضوع براز القابضة؟ كيف عم بتشوفوا أنتوا جهوزية الشباب والأفكار الرائدة اللي عم تطلع للاستثمار من قبلكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر عرب نت على الاستضافة. ثانيا حقيقة أنا يمكن أكاد أكره كلمة استثمار وأعشق كلمة تمكين. اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن رياديين أعمال. من تجربتنا البسيطة وجدنا أنه الانتربنورز اللي يمثلون 2% تقريبا من البوبوليشن وولد وايد بحسب الدراسات ما يقدرون يتعاملون أو يفهمون كلمة investment pure investment أو كاستثمار، ولكن محركهم الأساسي هو التمكين. اليوم احنا قاعدين نشوف السعودية أنه احنا قاعدين نعيش، أو مش بس بالسعودية، اليوم احنا قاعدين نتكلم على العرب نت، فاحنا قاعدين نشوف أنه احنا قاعدين الآن نمر في تجربة وتسمى بالهبة الديموغرافية. أكثر من 50% من أبنائنا وبناتنا هم تحت 20 أو تحت 22. اليوم الإيرا بداية من الستون إيرا، اليوم وصلنا مش الكمبيوتر إيرا، they call it the conceptual إيرا. وعشان كذا احنا متوجهين حتى كدولة إلى أن نكون يعني technology driven economy. شباب حقيقة وجدنا أنه الفندنج أو اللي يعتقدون أنه هم يحتاجونه كفندنج ما يمثل إلا 1 of 8، 1 من 8. احنا قاعدين نحاول نخلق شيء. وعلى فكرة مجموعة راز هي ليست مجموعة شركات، هي مجموعة شباب وبنات فخورين ان احنا عائلة واحدة. فاحنا نبدأ معاهم الايديشن. احنا يمكن استاذ نواف ذكر 5 اشياء احنا ننظر لها، انها 8 اشياء تبدأ من الايديشن. بعد الايديشن احنا نجي على موضوع الفندن اللي هو يمثل 1 of 8. البزنس نو هاو يحتاجونه رياديين الاعمال، لأن هي بزنس بروسيس كاملة، هي هو خط إنتاج. تكنيكال نو هاو لازم يكون موجود عند الانتربنور. إحنا نعطيه الإكسكيوشن كاباسيتي، النتوركينج، بروموشن، شيرد سيرفيسز، على أساس يقدر يكون مركز في فعلاً النو هاو حقته أو الصنعة اللي هو يمتلكها. وجدنا كثير من الشباب الحمد لله اليوم قاعدين يطلعون بأفكار it's not a local، مو شيء محلي، أفكار فعلا تحاكي العالمية. دائما نقول لهم في أي فكرة هم يبدون فيها how to make people's life better، في أي موضوع أو أي مجال هو يبي يدخل فيه. إحنا اليوم شايلين هم الشباب، لأنه إحنا نعرف أنهم المستقبل. إحنا لما نعمل لأجل أجيالنا برضو. مهما كانت البذور اللي عندنا جميلة نحتاج أرض خصبة. اليوم أنا سعيد أنه التكامل بين البانل من جهات مختلفة، هي يعني بالنهاية it's a production line، كل واحد عنده الانبوت في هالبرودكشن لاين. إن لم تكن الأرضية خصبة through هيئة الاستثمار والحكومة والوزارات والجامعات لن تنمو أي بذرة. أنا اللي أكد لكم أنه إحنا عندنا بذور جميلة حقيقة، ولكن فعلا البذور هذه تحتاج الأرض خصبة. إحنا كقطاع خاص وقطاع عام نحاول أنه فعلا نبني هالإيكو سيستم. صح، شكرا. سمو الأمير، حكينا بموضوع قبل شوي نحن، وهو كمان موضوع على رأس القائمة لكل العالم وكل القوات بالعالم العربي، وهي القاضي سوري، وهي عملية فرص العمل. فرص العمل للشباب اللي عم بيكتروا، وكيف هالأفكار اللي عم تنطرح والشركات اللي عم تنبنى عم بتأمن فرص العالم. ولكن في اتجاه دائما انه نفكر رائد الاعمال هو ستارت اب ولا هو انتربرنور، لكن رائد الاعمال كمان هو طور شركته وصار شركه صغيره ولا متوسطه الحجم. شو التسهيلات ولا الفرص اللي ساقي عم بتقدمها، وكيف اهتمامكم بهالمقطع من رياده الاعمال بالتحديد؟
كما تعلمون ف 65% الى 80% من فرص العمل في الدول المتقدمة تخلق من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فبالتالي انعكس ذلك على اهتمام الهيئة العامة للاستثمار في جلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستكمالا لسؤالك وربما يعني لطفا منك لم تذكره الآن ولكن ذكرته لي قبل الجلسة في أن هناك كلام طالع عن هيئة الاستثمار بأنها يعني لا ترخص للمنشآت الصغيرة أو غيرها وأن هناك تعقيدات وما إلى ذلك. فما أحب أن أوضحه من خلال هذا المنبر هو أن هيئة الاستثمار ترحب والمملكة العربية السعودية بدورها ترحب بجميع الاستثمارات الصغير منها والكبير ولكن شرط أن تكون ذات قيمة مضافة. فبالتالي يعني هيئة الاستثمار على استعداد للتجاوز عن شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية للمنشآت الصغيرة إذا كانت منشآت ذات قيمة مضافة أي ناقل للتقنية والمعرفة ومساهمة في خلق الوظائف. فهذا ما وددت أن أوضحه بخصوص هيئة الاستثمار والترخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. شكرا. بالنسبة لتلاميذكم وطلابكم ممكن يتخرج ويكون هو صاحب شركة ورائد أعمال بس كمان راح يلاقي عمل بسهولة أكثر إذا كان في نمو لهالقطاع. قديش عم بتوجه هالشباب إنه باتجاه إنه لازم يكونوا هن أصحاب الشركات ولا كمان في قبول إنه يشتغلوا عند شركة بعدها نامية بعدها جديدة مش بس عند بيج اسم كبير ولا اسم جاي من الخارج؟ جميل. طبعا هو هذا التحدي تحدي كبير عندنا يعني خصوصا وجود وظائف حكومية وفي شركات كبيرة تستقطب مثل هذول الخريجين برامج اللي بتقام بدعم رواد الأعمال. لكن بنحاول احنا من خلال البرامج اللي بتصير خصوصا في برنامج مسرع الأعمال انه يكون في محاولة لتغيير في الفكر انه للشاب او الشابه انه لا انا اقدر اسس منشاه تجاريه اقدر اكون موظف وليس موظف اقدر. هذه الاشياء ما بتجي طبعا باليوم وليله في لقاءات مرتين تقريبا في الاسبوع بيجتمع وبيبدوا 4-6 ساعات ويشو كيس اكزامبلز وامثله وكذا وكذا لان الموضوع يحتاج الى تغيير في الفكر يعني بارادايم شيفت. وهذا التغيير في التوجه ما هو سهل لانه احنا يعني سنوات كنا في أكثر على مركزين على موضوع التوظيف الحكومي أو التوظيف عن طريق الشركات الكبيرة. فهذا يأتي من تغيير الفكر في نفس الوقت دعمهم في المراحل البرامج المتقدمة يعني خرج من تخرج من مسرع الأعمال فين يروح؟ فعندنا سلمى شركة وادي مكة التقنية ممكن يروح يكمل في بادر يحتضن لفترات أطول لمشاريع أكبر فيها بحث وتطوير وكذا. بنحاول احنا نوصله بالبرامج اللاحقه اللي تخليه يكمل ما نتركه. كنا قبل 3 سنوات نشتكي انه سوينا برامج كثير ومحاضرات وايفنتس عن بس ما بندعمها. ففكره وجود مثل مسرع الاعمال بيحتضنهم لمرحله بعدين في مراحل لاحقه يقدر الجهات الثانيه نوصلهم بها مستثمرين يحس يدعموا هذا المشروع ويكملوا فيه ان شاء الله. فكره خط الانتاج عم تكتمل معنا اليوم على ان شاء الله باذن الله. لا هو معلش انا بعلق على النقطه هذه مهمه. انا اذكر يعني العام وقبل 2-3 سنوات كنا دائما نقول الايكو سيستم في المملكه وناقصنا وما عندنا ولا. انا اعتقد حجم ونوعيه وتنوع البرامج اللي اوجدت في 3 سنوات كبيره جدا. اللي ينقصنا الان انه احنا نخلي الشباب ونساعدهم ان هم يتحركوا وينطلقوا وهذا دور كبير يكون به الجامعات وغيرهم. لكن مجموعة البرامج اللي موجودة سواء بادر أو في الجامعات أو رجال أعمال بدأت تتحكم الفينشر كابيتاليست كان حلم الآن بدأت فيه كذا انتيتي. فأنا أتوقع أنه كنا نقول مشاكل الآن في بيلدينج بلوكس كده بدأت تكمل بعضها لبناء هذا. صح. أخ رياض بالنسبة للأفكار اللي عم تنتج تطلع من عندكم وعم تستثمر فيها وعم تبنوها شو هي أهم العقبات اللي عم بيواجهوها هالشباب؟ إذا بتنقي عقبة واحدة تلاقيها أنت كتير مهمة وكيف عم بتعالجوها ولا عالجتوها بالتحديد؟ طبعاً إحنا نستثمر بشباب وليس بمشاريع. أنا يمكن أعطي نقطتين. النقطة الأولى نقطة مادية والنقطة الثانية هي نقطة شخصية.
حقيقة دائما احنا نقول الانتربرنور لديه ايجو معين، لديه ايجو معين. الايجو هذا ممكن يكون مفيد وممكن يكون ضار. ان استطاع الانتربرنور ان يتحكم بالايجو حقه ويحول الموضوع من موضوع شخصي الى موضوع مؤسسي كشركة فهو ناجح. القضية الثانية في القضية المالية، انا اعتقد انه رأس المال هو المهم، وهذا اللي نحارب ونتكلم في كل مكان، هو مش رأس المال المهم، المهم احيانا الشورت تيرم فاينانسينج اللي هي البروجكت فاينانسينج. لانه انا دائما اقول الانتربرنور خطورة ان لا يستطيع ان يبتلع الكثير من الفرص اكثر من خطورة ان لا يجد فرص، وهذا اللي هو يواجهه، وهذا اللي احنا لانه احيانا يعني تجي له فرص وهو اصلا توه بادي فيحاول ياخذ كل الفرص. احنا دائما نقوله not to do list is more important than to do list. هذه حقيقة اهم نقطتين. ولكن عندي تعقيب قبل شوي على قضية الانتربرنور. انا اعتقد انه اليوم انا سعيد احنا انتقلنا من 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 خلينا نقول منطقة ودولة كانوا الكثير فيها يعتمدون على الوظائف الحكومية، الى اليوم قبلوا الوظائف الخاصة، الى اليوم قبلوا قضايا الانتربرنور. انا قبل 13 سنة لما قررت اطلع الكل كان ضدي وكان يقول انت انسين او انت مجنون. طيب الحمد لله. فانا اعتقد انه برضو احنا عندنا موضوع التربية شيء مهم. انا انادي كل الشباب والبنات اللي موجودين انه يربون عيالهم وابنائهم على انهم يكونون خالقين لاعمال وفرص ووظائف وليسوا موظفين. احنا دائما بدال ما نقول مهندس تخرج مهندس او تخرج دكتور، لا تخرج يا أخي تعال وظف 1000 مهندس و1000 دكتور. فإحنا جست كيف نرفع سقف الأمل بإذن الله للجميع. بالنسبة تحديدا لموضوع التمويل المدى القصير للمشاريع، عم تحاولوا تلاقوا حلول لهالموضوع مع المصارف مع الفعاليات لتقدروا تأمنوا هالشورت تيرم يعني دولار؟ حقيقة طبعا اللي إحنا قاعدين نقول إحنا قاعدين نمولوا ذاتيا. مشكلتنا عشان كده أنا قاعد أقول هي حلقة كاملة، وكنت أتكلم أنا مع سمو الأمير أنه كل جهة من الجهات لازم تدعم. اليوم البنوك حقيقة إن لم يكن من الدولة ضغط معين أنه القضية هذه قضية استراتيجية، القضية هذه قضية أمنية وقضية اقتصادية، لأنه البنك يبي 3 سنوات خبرة أو 3 سنوات أو كولاترلز. فالانتربرنور لا يمكن يجد هالشيء هذا. عشان كذا احنا نتكلم انه ندعو رجال الأعمال إلى التعاون مع الانتربرنور. الله سبحانه وتعالى أعطانا الصناعة وأعطانا أموال، المفروض يكون في تكامل في الموضوع. فإحنا اليوم بيكوز يعني عشان كذا هذا الاكسكيوشن كاباسيتي لما كنت اتكلم عنه، احنا نروح احنا اللي ننظم الانتربرنور، احنا اللي نحاول نطلع له الضمانات، احنا لانه احنا بالنهايه جهه رقابيه معه. ولكن لو الانتربرنور نفسه راح البنك لن يعطيه اي ضمانات ولا شورت تيرم ولا احيانا ما يبون فلوس، يبون بس ال جي او ال سي لتر اوف كريدت او لتر اوف جارانتي، البنك لن يعطيه. هذه مشكلة واضحة. فازن أخ يوسف، بالنسبة لكم شو هي العقبة الأهم اللي عم بيواجهوها الشباب وكيف عم بتحاولوا تساعدوا في الموضوع؟ أنا أعتقد واحدة من أهم العقبات هي الفرق المنشئة للشركات أو رأس المال البشري في بعض الثغرات، خصوصا في تكامل أعضاء الفريق. فنجد في بعض الفرق تلقى الأغلبية يكونون مهندسين و يعني تركيزهم أكثر على التقنية، يغيب عنهم الجانب التسويقي وجانب القطاع الخاص. وفي بعض الأحيان الأخرى يكون فريق تجاري بحت عنده فهم ضعيف للتقنية ويفهم أنه ممكن يسوي outsource لكل الموضوع، وعندهم بعض الثغرات في فهم التقنية ومدى تنافسيتها. فأعتقد أن المشكلة شوي رأس المال البشري. أعتقد أن مسألة وقت، اللي هي الحاضنات بادر والجامعات مثل جامعة أم القرى وغيرها والواحات التقنية اللي فيها راح تحل المشكلة هذه مع الوقت إن شاء الله. أعتقد مما يسرع الأشياء اللي ممكن تسرع حل هالثغرة المشكلة هذه اللي هو التواصل أكبر بين مبادرين أو رواد الأعمال في المملكة مع رواد الأعمال في أسواق أخرى. والآن أعتقد أن الموضوع بدأ يعني، وشوف المدونات كثيرة وصاروا المدونين السعوديين ينقلون ماتيريال كثير من المدونين يعني العالميين، صار في زيارات متبادلة. وشركة تقنية الحقيقة تهدف إلى ربط
المملكة مع مراكز الابتكار في العالم بشكل أكبر عن طريق أنه مبادرين أو رواد أعمال يزوروا المملكة بشكل أكبر، وأيضاً عن طريق أنه رواد الأعمال في المملكة أيضاً يزورون المراكز الابتكار بشكل أكبر. أعتقد في ثغرة أخرى اللي هي أعتقد أيضاً حلها مسألة وقت، اللي هي غياب الثقة عند بعض صانعي القرار. وأعتقد من الأشياء اللي سببت الشيء هذا هو غياب عدد كبير من قصص النجاح، ولذلك هذه يعني عبارة عن مسألة وقت إن شاء الله. وزي ما أنتم شايفين في مبادرين مالين الغرفة هنا، وهم الحقيقة نجوم المؤتمر هذا، وإن شاء الله مع الوقت راح يطلع منهم عدة بارزين وناجحين، وراح تلقى أن السوق راح يتحمس أكثر، والمستثمرين راح يكون عندهم ثقة أكبر، وكنتيجة الممولين كالبنوك وغيرها راح يكون عندهم استعداد أكبر للتمويل. أعطيتني فكرة لسؤال حلو للأخ نواف، شو عم تعملوا بالنسبة لشركات والعلاقات مع حاضنات برات السعودية بالأخص بكاليفورنيا وبسيليكون فالي؟ نوع من الشركات تسمح لهالشباب اللي هون اللي عم بيطلعوا بأفكار واللي عم بلشوا حضنتهم عندكم أنه ينتقلوا ويمضوا فترة معينة ببيئة مختلفة ليأخذوا أفكار ويطعموا بطرق عمل جديدة؟ هذا البرنامج نسميه Soft Landing Program. هذا طبعا احنا عندنا شبكة الحاضنات السعودية، واحنا جزء من عندنا تعاون كبير مع الـ MBIA اللي هي شبكة الحاضنات الأمريكية، وكمان في شبكة في أوروبا، فهي شبكة حاضنات في كل العالم بادر مع الشبكات هذه. فإحنا كحاضنات في العالم في طبعا 7,000 حاضنة، فالآن في اتفاقيات بيننا وبين الحاضنات هذه إنه المشاريع اللي موجودة في بادر يروحوا حاضنة مثلا في أوروبا أو في الصين أو في اليابان أو في سان فرانسيسكو، وهم بيجيبوا المشاريع حقتهم الأجانب بيجيبوهم عندنا في حاضنات بادر في المملكة العربية السعودية. هذا النوع من البروجرام اللي اسمه Soft Landing احنا شغالين عليه بجدية، والآن جاي لنا إن شاء الله حول 15 محتضن من حاضنات في إيطاليا وبدأنا فيه، ومع ساكيا شغالين فيه، عندنا اجتماع معهم يوم 16 ديسمبر برضو لهذا الموضوع. عندهم اهتمام كبير في موضوع الحاضنات، هذا النوع من الحاضنات العالمية، فجدا ممتاز جدا جيد، يكبر مدارك المشروع أصحاب المشاريع. طبعا برنامج بادر دام المدينة احنا اذا شفنا المشروع يحتاج انترناشونال فليفر، فبنتحمل تكاليف الفيزيت الحاضنات هذه ونسوي له برنامج مكثف لمدة 2 ويكس، واحنا بنتفق مع الحاضنات الموجودة خارج المملكة عملية تسهيل وتيسير دخولهم للسوق الدولة نفسها. فهذا ان شاء الله عربنت السنة القادمة يكون احنا نقدر نستضيف بعض المشاريع اللي مروا في البروجرام هذا ونشوف شرائهم في هذا البرنامج. حلو، مميز. سمو الأمير، أنا لاحظت يعني وبدي شدد على الموضوع اللي حكي فيه الأخ رياض إنه موضوع التمويل. هل عندكم أي تفكير بهالموضوع، ولا هل أتليست نقدر نطلب منك تاخذوا هالموضوع يمكن ترفعوا شوي شأنه بمبادراتكم المستقبلية وبرامجكم المستقبلية؟ طيب أنا سمعتك تسأل السؤال بطريقة أخرى، ويعني ذكرت أنه سألتها بطريقة أنه ما هي أهم العقبات التي تواجه المبادرين للزملاء. أنا أعتقد أنه كلمة عقبات ومبادرون لا تجتمع في جملة واحدة، فمن سمة المبادرين أنهم يجتازوا هذه العقبات، ولكن هناك تحديات تواجههم في المملكة العربية السعودية كما تواجههم في أي مكان آخر. بالنسبة لنا في المملكة أعتقد أن هناك تحديات تنظيمية، تحديات اجتماعية، كما أن هناك تحديات تمويلية. بالنسبة للتحديات التمويلية، هناك شح في رأس المال الجريء الVCs هنا في المملكة العربية السعودية، ولكن كما تحدث الأخوان فهذا موضوع معروف من الجميع، وهناك مبادرات عدة لتسريع وإيجاد المنصات المناسبة في المملكة. أما
بالنسبة للتحديات التنظيمية فهناك على سبيل المثال نظام الوقاية من الإفلاس، فهذا نظام مهم جدا لأن إذا في غياب وجود نظام الحماية من الإفلاس حينما يفشل المبادرون وبطبيعة الحال فإن يعني المبادرون سوف يفشلون مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يصلوا إلى مشاريع ناجحة، فإذا لم تخن الذاكرة فمن بين 500 أنجح مبادر في العالم كان متوسط نسبة الفشل هي 4 مرات. فنظام الوقاية من الإفلاس مهم جدا لكي لا يتعرض المبادر للخسارة في حقه الخاص ويعرض لا سمح الله للسجن أو غير ذلك. والنظام الآخر وهو نظام الشركات ذات رأس المال المتحرك LLPs، وهذا مهم جدا لكي يحفظ للمبادر حقه وأيضا يحفظ للمساهم أو المستثمر حقه الذي أخذ على عاتقه تحمل هذه المخاطر منذ البداية. أيضا هناك من المهم أن يكون نظام هذه الشركة يشمل على نوعين من الأسهم، أسهم ممتازة وأسهم عادية، لكي يستطيع المبادر أن يحفز الشركاء في الشركة والعاملين لديه. وهذه أنظمة نعمل عليها الآن سويا مع وزارة التجارة ومع غيرها من الدوائر الحكومية لكي ترى النور إن شاء الله. وبالنسبة للتحديات الاجتماعية ففي مجتمعنا الفشل عيب والفشل غير مقبول، وهذا شيء يجب أن مفهوم يجب أن يتغير لكي يعرف المبادر متى تكون مبادرته غير ناجحة ويستطيع أن ينتقل إلى المبادرة التي تليها. من التحديات أيضا في المملكة عندنا 60% من العاملين في القطاع الخاص يعملون في الأساميز، ولكن من هؤلاء 60% 15% منهم فقط سعوديون، فهناك خلل. يعني أشارت دراسة نقوم فيها الآن إلى أن 75% من المبادرات التي تفشل في السنتين الأولى في المملكة العربية السعودية، نسبة كبيرة منها تفشل لعدم وجود وقيام صاحب المبادرة عليها وإنما لتوظيف شخص آخر ربما يكون من خارج المملكة للقيام عليها، فبالتالي يؤدي ذلك إلى فشل المشروع. شكرا سمو الأمير. بنتقل لمرحلة تانية من الحديث، وفكرة لفت لي نظر عليها الدكتور بأول ما التقينا اليوم. المرأة اليوم بعربنت 2013 بالرياض كنت عم بتطلع على البرنامج، 20% من المتحدثين بالحفل اليوم هن من النساء، وحتى بالحضور عم شوف أكثر من 20% يمكن 30%. هذا رقم كتير بشجع، حتى رقم عالي بالنسبة لمؤتمرات تقنية ورياضية بتصير برات المملكة بالمنطقة العربية وحتى جلوبالي. كيف تشوف دور المرأة وكيف بتشوف تأثير الثورة الرقمية بتطوير هالدور وتسهيله بالأخص عندكم بالجامعة؟ نعم، هو لا شك طبعا نوعية الأعمال والفرص اللي فتحت من خلال التطور اللي حصل في تقنية المعلومات والاتصالات أعطى إمكانية كبيرة للمرأة في المملكة أنها تساهم وتشارك، وذلك لسبب يعني خصوصية وضع المرأة في المملكة، لكن هذه التقنيات والوسائل أعطت فرصة كبيرة لمشاركتها. وفي اكتشاف بسيط يعني اكتشفناه في الجامعة أنه في عندنا كليات أكثر من 50% هم طالبات وأيضا الخريجات، فهذه عدد كبير جدا. وفي كان جانا ضغط كمان وطلب بعد تحقيق نجاح للمرحلة الأولى التجريبية لمسرع الأعمال في الفصل الدراسي الماضي، اكتشفنا أنه في ضغط كبير وطلبات كثيرة جاتنا ليش ما يكون فيه للطالبات. فالحمد لله بداية هذا الفصل الدراسي احنا الباتش حقنا 4 شهور البرنامج،
بيبدأ من فكرة، يطور البزنس موديل، يعمل ماركت ريسيرش في الأول، إلين he's able to pitch. واليوم إن شاء الله حنشوف بعضهم، بعض الجرادويتس pitching في عرب نت الحمد لله. لكن المسرع الآن في برنامج مخصص للسيدات من الطالبات والخريجات من الجامعة، خصوصا خريجي حديثي التخرج، وفتحنا كمان نسبة معينة لمن خارج الجامعة أنه يشاركوا أيضا في هذا البرنامج. فنتوقع إن شاء الله خريجات هذا البرنامج حيشاركوا في برامج أخرى في المملكة لدعم رائدات أعمال في المستقبل القريب إن شاء الله. حلو شو. رياض، عندكم أي أفكار بهالموضوع؟ عندكم أي استثمارات؟ أي رواد أعمال أو رائدات أعمال ناجحين بالبروغرامز عندكم؟ حقيقة يمكن أحسن رائدات أعمالنا هم النساء، ولكن يمكن في نقطة ودي أقولها على موضوع كيف نظرتنا للشباب والبنات. هذا أولا، احنا نعتقد أنه الثروة هي ما تنمو، هي اللي لها علاقة بالنمو، والمخزون هو ما له علاقة بالنقص. فدائم نقول أنه ثروة المملكة العربية السعودية ليس البترول، البترول هو مخزونها، ثروة المملكة العربية السعودية هو شبابها. وهذا برضو على الأمة العربية، نص الثروة هذه نساء. وحقيقة لنا تجربة جميلة في مركز دور لسيدات الأعمال قيادة الأخت لميا القاضي، حقيقة اللي بدأت معانا كموظفة واليوم شريكة، هي بيئة عمل نسائية أثمرت وأنتجت لنا كثير من الشراكات في عدة مجالات. وحقيقة اعتمادنا على شاباتنا وأخواتنا اللي معانا في الشركة شيء رائع. طبعا تجربة الشراكة مع المرأة، أنا أعتقد أنه كثير من رجال الأعمال يتخوفون، ولكن أنا أعتقد لما يكون القضية قضية تمكين وبناء عائلة ومعرفة في أهل البنات والأخوات، ما أعتقد أن هذا إعاقة. عندنا أكثر من 3-4 تجارب شراكات مع نساء، شراكة مع الأهل والبنت في نفس الوقت، والحمد لله قاعدة يعني نشوف يعني نتائجها مبهرة وفخورين فيها حقيقة. يوسف، شو رأيكم بتقنية؟ أعتقد مشاركة النساء في ريادة أعمال من أساسات ثقافتنا. يعني بالنهاية سيدتنا خديجة بنت خويلد كانت رائدة أعمال ومستثمرة أيضا، كانت تستثمر في القوافل، فما أعتقد أنه شيء غريب على مجتمعنا أو شيء بعيد عن قيم المجتمع الأساسية. لكن في بعض الحواجز الاجتماعية اللي طرأت في العصر يعني الحاضر، اللي يعتقد أنها يعني تسبب بعض الصعوبات في أماكن العمل الرسمية. لكن من ميزات ريادة الأعمال أنه فيها درجة كبيرة من المرونة في العمل، في ساعات العمل، في أماكن العمل، في طريقة التخاطب مع الفريق بشكل عام، تتيح للمرأة فرصة للبروز أكبر من القطاع العام. لذلك فعلا أنا أتوقع أنه المملكة راح يكون فيها نسبة المبادرات أو رائدات الأعمال من رواد الأعمال ككل أكبر من أي بلد آخر، لأنه القطاع يعني بشكل عام القطاع أو قطاع العمل الرسمي فيه فرص للنمو أقل، ولأنه برضو زي ما قلنا أكثر العوائل السعودية والمجتمع السعودي ما عنده أي اعتراض على الموضوع هذا بشكل عام. نواف، شو رأيكم؟ لا نتفق مع الأخوان. يمكن إحنا عندنا قصة نجاح سيدة قبل شهر بدت من الصفر، والآن شركتها تقيم ب 12 مليون ريال سعودي. سيدة خلال سنة الآن تملك شركة بهذا المبلغ كتقييم، وكان مبيعات جيدة جدا. فأشوف أنه موجود من اللي نشوفه، سواء في التصنيع، وهذه في التصنيع، هذه في حاضر التصنيع، يعني سيدة في منتج صناعي. وطبعا الفرص للسيدات في المملكة أتوقع يكون في اللي هي تقنية المعلومات والاتصالات اللي هي الرقمية والأمور بحكم العادات والتقاليد، خاصة في زيارتنا الأخيرة للباحة قابلنا الطالبات، كثير عندهم بصراحة أفكار جيدة، ففي فرصة كبيرة. وأنا أشوف أنه ما شاء الله سيدات أحيانا نشوف أفكارهم أفضل حتى من الرجال. أعتقد بس إضافة يمكن الأخوان في القطاع الخاص يشاركوني الرأي، حتى كموظفات بشكل عام من خصوصا حديثين التخرج نسمع أنه النساء أكثر جدية بكثير بشكل عام، يعني المعدل من جدية الشباب. فبشكل عام هذه ظاهرة في المملكة منتشرة. سؤال
سمو الأمير، كنا كمان نتمنى يكون معنا سيدات على المنبر اليوم، بس طبعاً ما مش مقصرين ببقية الأحاديث والبانلز اليوم، بس شو بتحب تختم هالموضوع قبل ما أتوجه للحضور بأسئلة من الحضور؟ والله يعني ما هي بشهادتي أنا، لكن بشهادة الجميع، أعتقد أنه المرأة مبدعة في أي مجال هي تريد أن تبدع فيه. أنا أعتقد أن المرأة هي أكبر طاقة كامنة لم تستغل في هذه البلاد. على هالنقطة بنفتح الأسئلة من الحضور، وبتمنى يكون أول سؤال من الصبايا على ميلة اليسار. ما بعرف إذا في حدا جاهز بالمايك. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أنا عندي سؤال بسيط بس، هل هناك قصة نجاحات موجودة عندكم لدى الجميع، يعني على شركات أو رياديين أو رياديات تتجاوز دخلهم، الشركة حقتهم تتجاوز 1,000,000 ريال في السنة فقط؟ هذا سؤالي، لأني أسمع الكلام ما ودي أخرب عليكم، بس أبغى بروف على الكلام. أنا لي 6 سنوات 7 سنوات أسمع الكلام. لا، أنا شكرا. عندي قصص نجاح، يعني أتكلم عن برنامج بادر وقطاع هذا، سواء في بادر أو سواء حتى ناس، يعني إحنا بنرفض كثير في برنامج بادر، عندنا الاختيار للشركات نفضل نكون في البداية، فبنشوف شركات تجينا فعلا، يعني إحنا عندنا شركة من الشركات متخرجة بيطلعوا مبالغ فوق الرقم اللي تفضلت فيه كثير. وأنا أدعوك تجينا برنامج بادر، نسوي لكم زيارة، أي تكلموا نسوي لكم زيارة، نوريكم الشركات هذه، طيب تقابلوا الشركات الموجودة، قصص نجاح. وهذا هو يمكن إخفاق من عندنا، لأنه إحنا المفروض نسوي تستيمونيول اللي هي عبارة عن فيديو للشركات هذه ونحطها في اليوتيوب، وهذا إحنا ما سويناها الصراحة. فيبغى لنا فعلا نبدا نسوي الماركتينج هذه لعمليه الشركات الموجوده، عشانها فعلا موجوده، واحنا بنشوفهم كل يوم و 24 ساعه مع بعض، وبيقعدوا معنا 12 ليل وموجودين، وسعوديين وصغار. عندنا واحد عمره 13 سنه يجي مع والده، ممتاز جدا، فموجودين. والله يحييكم اي وقت. احب اغتنم الفرصه الحقيقه هذه انه احيي فريق بادر، والسبب انه اعلاميا ما في ظهور كبير، لانكم ما شاء الله مشهورين بعملكم الاساسي اللي هو دعم المبادرين. والله بجت كمان بشكل عام، يعني احث جميع المبادرين وايضا رجال الاعمال والمستثمرين على استخدام الخدمة الحكومية، صراحة قيمة جدا. احنا كتقنية نلقى فيها صراحة، وجدنا فيها قيمة كبيرة، انه تفرقة بين رجال الأعمال أو رواد الأعمال الجادين، رواد الأعمال اللي بس هواية لمدة أسبوع أسبوعين ويغير رأيه. فأعتقد أنه من أفضل الأشياء اللي صارت في الإيكو سيستم في الخمس سنوات اللي راحت هي إنشاء حاضنة بادر. ولكن تتلقوا على أهمية نشر وإبراز شو اسمه السكسس ستوريز، أخبار النجاح، لنقدم البروف مثل ما تفضل الأخ، بس كمان لنقدم تحفيز وموتيفيشن للشباب. أنا في بروف أصلاً. يمكن بس عندي رد شوي للأخ، حقيقة حسيت بنبرة صوته تشاؤم، وهذا ضد الريادة. الشيء الثاني، أنا أعتقد أنه مهم مقياس النجاح هو المال. جواباً لسؤالك، عندنا كثير من القصص وأكثر من 1,000,000 ريال صار دخله فوق 4,000,000 ريال، ولكن احنا دائما نقول الماني از باي برودكت، هو نتاج وليس هو القيمه الحقيقيه. النجاح ما يقاس بالفلوس، وليس المليون ريال هو هدف، في نجاحات اكثر من 1,000,000 ريال. النجاح هو القيمه المضافه اللي حتعود فيها على مجتمعك. صح تبي تقول كلام جرايد او، لكن انا اكتشفت من الناس اللي معنا، عندنا اكثر من 35 تجربه، الناس اللي كان دائم الايم حقهم فلوس لم ينجحوا، الناس اللي عندهم الايم دائما سكسس، موتيفيتد باي سكسس نوت باي ماني، هم اللي فعلا نجحوا. لانه ما يحرك العقل الباطن هو الاشياء النوبل كوزز او الـ الاهداف الساميه. لما تكون عندك هدف سامي،
في قيمة مضافة للمجتمع. لما احنا نتكلم على استثمار تكافلي هذا هو اللي يدفعنا انه فعلا بإذن الله ننجح. اتمنى اكون رديتها لك. دكتور نبيل عندك شكرا. هو طبعا بالنسبة لتجربتنا المتواضعة في جامعة أم القرى احنا ما وصلنا للمرحلة دي، يعني في امور تتطلب وقت، انت بتتغير فكر وثقافة. لكن اول كنا نقول ريادة اعمال، ما هي ريادة اعمال؟ عرف ريادة الاعمال في الجامعة. الان عندي خريجين من المسرع they're pitching today they're pitching next week في حفل تخريج المسرع عندنا في الجامعة. ما كنت أوصل للليفل هذا، لكن في أشياء لازم تأخذ وقتها لأن تنبني وتبني بنية تحتية تأسسها. فإحنا تجربتنا حديثة، أنا أتفق معك بكل شفافية، إلى الآن ما عندي من الخريجين من البرامج اللي موجودة، لكن طالما وصلوا لمرحلة إن هم they're able to pitch in front of investors I'm sure إنه في investors. يعني قبل أمس كنا في اجتماع مع واعد أحد الشركات، شركة أرامكو اللي بتركز في دعم رواد الأعمال، جايين لزورونا الأسبوع الجاي، نبغى يقولوا نشوف خريجين المسرع عشان نستثمر فيهم. احنا عندنا مشكلة ثانية، عندنا نص مليار ما احنا عارفين نصرفها في مين. فلا شك انه تأسيس البيئة هذه سواء على مستوى المملكة او على مستوى الجامعات باخذت وقت، وهذا الطبيعي. يعني ساينس شركة وادي مكة سنتين احنا ما بين هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الى 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 ناخذ سجل تجاري. الان خلصنا الماستر بلان وير بيلدينج الساينس تكنولوجي بارك. اول شيء نبغى نبنيه مبنى مسرع الاعمال، واخذنا ابروفال على البادجت لاست ويك. فالامور هي تاخذ وقت، لكن ما عندنا تاخذ وقت بس. تحب تضيف شيء سمو الامير على الموضوع؟ اي والله. جوابا على سؤالك، لو تاخذ الشركات العائليه الكبرى في المملكه، الراجحي، العليان، عبد الله فؤاد وغيره وغيره، هذولا كلهم بدأوا كرواد أعمال في بداية حياتهم. لسة طويلة جدا وكل الأسامي يعني معروفة. فهؤلاء بدأوا في فترة من الزمن واعتبروا رواد أعمال، فمن وقتهم وجاي عندك أمثلة كثيرة حية. في وقتنا الحالي كانت عند الهيئة العامة للاستثمار مبادرة اسمها الساودي فاست جروث 100، 100 شركة سعودية الأسرع نمو. عملنا عليها لعدة سنين وكرمنا الشركات التي نمت من لا شيء إلى أن أصبحت شركات تنمو قوية، وكان شرطنا عليها أن لا يكون سبب نموها التزامها أو ارتباطها بأي عقود حكومية. عندنا لستة أستطيع أن أزودك فيها، وهذه مبادرة تتكرر سنة بعد سنة. لكن إذا وجدنا أو إذا بحثنا في العامل المشترك الذي ربط جميع هؤلاء المبادرين في بعض، سواء الرعيل الأول أو الجيل الحالي الناجح، نجد أن هناك عامل مشترك واحد ألا وهو التفاؤل. شكرا. شكرا. رشا عندنا سؤال. مرحبا، ريم أسعد كاتبة. في تعليق نجاة من أحد البانلستس الفاضلين أنه لا زالت الطاقات النسائية غير مستغلة. أيضا في ريمارك آخر جاء من بانلست في نفس الجلسة هنا أنه كل شيء بيأخذ وقت، فنفترض هنا أنه الأورجانيك جروث هو أفضل من الجروث المفاجئ. سؤالي بالنسبة يعني مشاركة السيدات في القطاعين الخاص والعام، هل نحن بانتظار المشرع أو البوليسي ميكرز أنه يتم فتح الباب للمرأة بالمشاركة في المزيد من القطاعات أو بشكل أكثر حرية؟ في تويتر يعني سويت كويك بول، جاءت النتيجة بلا منازع أنه التشريعات هي التشريعات ثم التشريعات ثم التشريعات، وليس التمويل أو غيره هي العقبة الأولى التي لا تزال تقف في وجه مشاركة السيدة بشكل فاعل في الإيكونومي. فهل ما زال القطاع الخاص ينتظر البليسنج أو الجرين لايت من القطاع العام لفتح الباب بشكل يعني فورمال أكثر للسيدات؟ شكرا. هذه بترجع للموضوع اللي حكينا فيه قبل، هو قبل البانل بوتوم أب ولا توب داون. سمو الأمير شو رأيكم بالموضوع؟ أنت حكيت عن أهمية التشريعات ودوركم فيها. الأخت الكريمة تطرقت لموضوع التمويل، وموضوع التمويل في الحقيقة لا يقتصر على السيدات،
ولكن نفتقر له في المملكة العربية السعودية بشكل عام بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرون، سواء كانت الانجل انفسترز او الفريندز نتورك في بداية المبادرة او في مرحلة السكيلينج اب، وهي اهم مرحلة للمبادرات، هي المرحلة التي فعلا يتم خلق الوظائف فيها ويتم الابداع ونقل التقنية والمعرفة فيها. فهذا موضوع يعني زي ما تفضلوا فيه الاخوان وذكرته سابقا، ما زلنا نحتاج الكثير إلى العمل عليه. وجوابا على سؤالك، ليس فقط من القطاع العام بل القطاع الخاص له الدور الرئيس والريادي في هذا الموضوع. ومن المبادرات التي أستطيع أن أذكرها وهي مجموعة عقال، وهم مجموعة من المبادرون أنفسهم ومجموعة من الممولون الذين اجتمعوا تحت مظلة الغرفة التجارية وعملوا في هذا المجال. فهذا مثال حي على انيشيتيف او مبادره من القطاع الخاص. شكرا. ناخذ بعد سؤال واحد قبل ما نختم. السلام عليكم. تفضل. سلطان السبعان. حقيقه سؤالي او يعني وجهه نظري او طرحي، حاب تركزوا على نقطه وش الفروق اللي يعني اللي بيننا وبين الدول الغربية على رأس أمريكا تمنعنا من أن نحقق يعني نجاحات تقنية عالمية. يعني على سبيل المثال فيسبوك لو كان فكرة سعودية هل كان ممكن ينجح؟ أو تويتر، يعني هذا أحيانا يدور حديث أنه لو فيسبوك كان فكرة سعودية ما راح ينجح. اللي أيد أنه ما راح ينجح، وش الأسباب اللي يتوقعها أنها تمنع نجاحه لو كان فكرة سعودية؟ شكرا. رياض طبعا بعض البرودكت، انا بس جوابا، بعض البرودكت يحتاجون لها سكيلابيليتي انه تنجح بامريكا لانهم 300 مليون، لكن اليوم في المجال التقني انا اعتقد ان العالم كله از لوكال انفايرمنت، كلنا اليوم. وانا ما اعتقد اي شيء ممكن يعيق السعوديه من الوصول للعالميه الا شيء واحد، اللي هو الخيال. الخيال اقوى من الاراده دائما، على 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 قدر العزم، على قدر اهل العزم تأتي العزائم. فاليوم بالعكس انا قاعد اشوف كثير شباب سعوديين فعلا اليوم اقعد معاهم لما يجي يسوي برودكت، البرودكت هذا اصلا يصلح يكون عالمي. فمجرد ما تقول له طيب ليش ما هذا، لما كنا نتكلم على ايديشن، ليش ما نسوي له شوي تويت على اساس يكون اوبن اند انه ممكن يكون وورلد وايد، يقول يس واي نوت. بس هذه مشكلتنا، كنا في يعني لا 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 نجلد ذاتنا انه كنا في وقت كثير انه نعتقد انه احنا بيئه مغلقه ما نقدر ننطلق. اليوم قاعد تشوف يوتيوب، تبي تفتح اليوم مكتب هنا ليش؟ لانه اكثر المستخدمين يوتيوب. اليوم خلقنا شيء من لا شيء، احنا جيدين وعظيمين في 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 النظره وايفالويت الانتانجيبيليتي، الاشياء اللاملموسه. في انستغرام قدرنا نبيع، في يوتيوب قدرنا نسوي برامج وفيديوز وقنوات. فبالعكس احنا مبدعين، ولكن نبي لازم نعرف انه احنا مبدعين، هذا اهم شيء. شكرا. بتشكر الجمهور لحضوركم واسئلتكم الشيقه والجريئه. بشكركم كلكم. وكاكا خاتمة، حبيت أقول أنا مسرور جدا لأنه اكتشفنا اليوم أنه عندنا صار مثل ما قلنا سميناها معمل للأفكار، بينتج شركات، بينتج أعمال، بينتج رواد. ويمكن تمني الوحيد هو أنه ما نتوقف عند هالجلسة، أنه من بعد ما نخرج اليوم بكرة الظهر نجلس ونحكي عن كيف نتعاون أفضل سوا، حكومة، أكاديمية، انفستمنت، حاضنات، لنحسن المناخ كله الريادي بالمنطقة، لنحسن الابتكار والإبداع، لنحسن الفرص الموجودة للكل. وإن شاء الله هلأ منشوف أفكار كتير حلوة بماراثون الأفكار اللي رح يتبع، إن شاء الله نشوف كل هالأفكار عم تترجم إلى 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 مشاريع وبرودكت ومنتجات وخدمات بالسوق بأربنت 2014. شكرا لكم.